عزيزي المشاهد، اهلا بيك معانا والموسوعة الجمالية. النهاردة هنتكلم عن موضوع حيوي قوي وفي نفس الوقت بيكون جذاب، موضوع سقوط الشعر. مشكلة كبيرة بتقرك الشباب والشابات والكبار والصغيرين، وموضوع كبير. ايه موضوع سقوط الشعر؟ سقوط الشعر قبل ما نتكلم عنه نعرف ان الشعر ده كائن بيمشي في دورة حياة زيه زي أي واحد فينا. الطفل بيبقى طفل، بيبقى جنين، وبعدين بيبقى طفل، وبعدين يكبر، وبعدين تنتهي الحياة، وهكذا. الشعر بيدخل في 3 مراحل. المرحلة الأولى مرحلة النمو، بمعنى إن الشعرة بتتكون بمعدل حوالي 2 من 10 ملي في الأسبوع لمدة قد تصل إلى 5 سنوات. وهذه هي مرحلة النمو اللي هي مرحلة الأنجي. المرحلة الثانية اللي هي مرحلة السقوط، خلاص الشعرة وصل لعمرها الافتراضي وبدأت تسقط. وهذه المرحلة اللي هي مرحلة الكاتاجين فيز دي، العمر الافتراضي للشعرة انتهى وتموت. المرحلة الثالثة اللي هي المرحلة الانتقالية اللي هي مرحلة التيلوجين. وهذه المرحلة بتمثل حوالي من 5 إلى 10% من الشعر الموجود في الجسم. وهذه المرحلة بتمثل أيضا فترة زمنية حوالي 3 شهور. إذا جينا إحنا نحسب حسبة بسيطة جدا ونقول إن الجسم كله فيه 5 مليون شعر، الرأس لوحدها فيها 1 مليون شعر، فروة الرأس لوحدها فيها 100 ألف شعرة بس. 100 ألف شعرة دول هم اللي فيهم المشكلة. إذا كانت المرحلة الانتقالية تمثل من 5 إلى 10%، وإذا كانت المرحلة الانتقالية حوالي 3 شهور، فبحسبة بسيطة جدا بنلاقي إن معدل سقوط الشعر اليومي المعتاد الطبيعي من 50 ل 100 شعر. يبقى أي شخص فينا لابد أن يسقط من 50 ل 100 شعر. ده بالعكس، ده إذا ما نزلش هذا العدد من 50 ل 100 شعرة بيبقى شيء مرضي. طيب يبقى إذا المعدل الطبيعي لسقوط الشعر هو من 50 ل 100 شعر. الحاجة الثانية، أنا عايز أقول كلمة، إن لو اتكلمنا عن سقوط الشعر ففي نوعين من سقوط الشعر. في سقوط شعر مؤقت، بمعنى ان ساق الشعر اللي انت شايفها دي وجذور الشعر بقت لا يتم تحطيم لهذه الجذور، ولكن اذا امتنع السبب يبدا الشعر في تكوين نفسه بمرحله تانية، وهكذا يقدر الشعر يرجع يتكون من جديد. لكن في نفس الوقت في سقوط دائم لفروه الشعر لهذه البصيلات، بمعنى ان البصيلات بيتم تحطيمها وتليفها. مهما ادي علاج، مهما اعمل من اي شيء، لن يتم علاج هذه الحاله، ولا بد من طرق اخرى بديله لعلاجها. ده يخلينا ندور ونفكر، طب ايه اسباب سقوط الشعر؟ باختصار شديد جدا برضو عزيزي المشاهد، عايزك تعرف ان سقوط الشعر مجموعتين كبار قوي قوي. اسباب سقوط شعر خلقيه وراثيه، ودي ما لهاش بديل غير الصلعه. واسباب سقوط الشعر المرضيه المكتسبه. الأسباب الخلقية الوراثية دي معروفة وليها عوامل جينات معينة وتنتقل من جيل إلى جيل. ده مش كده وبس، ده ممكن يجي لي واحد شعره عنده صلع وراثي، والده شعره كويس جدا، خلانه شعرهم كويس جدا، جده كان شعره كويس جدا، ومع ذلك لأول لما تقول له إن ده سقوط شعر وراثي أو إن ده صلع وراثي ينهار ويقول لك ده كل العيلة شعرها كويس. أنت تشخيصك شكله إيه؟ في منتهى البساطة اللعبة لعبة جينات وبتنتقل من جيل إلى جيل، وممكن يكون عامل سقوط الشعر ده مختفي الى اجيال بعيده قد تصل الى الجيل السابع وتبدا في الظهور فيك انت في الوقت ده. وده نصيبك وده حظك وهو ده قانون الحياه. نسيب الصلع الوراثي وندخل في العوامل او الاسباب المرضيه المكتسبه. الامراض المرضيه، الاسباب الامراض المرضيه المكتسبه مجموعتين زي ما انا قلت في بدايه كلامي. يا اما اسباب ما يحصلش فيها تليف في البصيلات الشعر، وبالتالي شيل السبب يرجع الشعر من جديد، ودي مجموعات كتيرة جدا. منها على سبيل المثال التغيرات اللي بتحصل في الغدد الصماء، زيادة أو نقص إفرازات الغدة الدرقية، نقص إفرازات الغدة النخامية اللي موجودة في الجمجمة، التغير في إفرازات الغدة الفوق خلوية، الإنسولين، الناس اللي بتاخد حبوب منع حمل، تناول جرعات من فيتامين ألف بأي كمية، كل دي تغيرات بتبقى في الغدد الصماء تغير. لو شلت السبب الشعر هيرجع كما كان. في مجموعة تانية تناول الأدوية، في ناس بتاخد أدوية وبالذات
بعض مشتقات الهيبارين اللي هي بتتاخد في الجلطات بكافة أنواعها، وبالذات بعض الأدوية اللي بتتاخد في علاج الأورام، وبالذات فيتامين ألف برضه لو تناول بمجموعة كبيرة، بالرغم من أن فيتامين ألف مسؤول عن تكميل الشعر، لكن لو زودته سيادتك هيوقع شعرك. في حاجة تالتة اللي هي مجموعة الأمراض اللي بيحصل فيها خلل في التمثيل الغذائي في الجسم. يعني إيه؟ الكبد ابتدى يكسل شوية، أو الإنسان ده جاله هو وصغير دور حمى، واحد فينا أي دور حمى أو سخونية تلاقي شعره وقع، ربنا شفاه الشعر رجع. نقص كمية الحديد في الدم، نقص مستوى الزنك في الدم، وهكذا. في مجموعة رابعة اللي هي الثعلبة، كلنا عارفينها، إن نبص نلاقي الواحد نايم صحي من النوم فجأة لقي منطقة تشبه العملة المعدنية سقط منها الشعر نهائي. أو ممكن نبص نلاقي في شخص تاني هو رايح عند الكوافير أو هو بيستحمى أو حد قريب بص عليه قال له في منطقة فاضية قدامك، دي منطقة الثعلبة. دي كلها مجموعة الأمراض اللي لو عرفت السبب أو عالجته أو منعت المسبب هيرجع شعر كما كان. لكن في مجموعة أمراض تانية مهما عالجها مش هيرجع الشعر كما كان. زي إيه؟ زي التغيرات الناتجة عن تغيرات طبيعية في الجسم، التغيرات اللي تنتج عن الحروق، التغيرات اللي تنتج عن تعرض للإشعاع، إشعاع إكس، دي بتحرق فروة الرأس، مهما تديها علاج مش هتتصلح، لازم طريق بديل. إيه تاني؟ بعض الأورام اللي بتحصل في فروة الرأس، زي الأورام القاعدية المحددة والمنتشرة، مهما نعمل فيها، العلاج الأوحد هو استئصال هذه الأورام وبالتالي استئصال الشعر وعمل رقعات وبالتالي المنطقة فضيت. إيه تاني؟ بعض أنواع البكتيريا، زي مثلا مرض الظهر إذا أصاب فروة الرأس، أو مرض الدرن إذا أصاب فروة الرأس. بلاش كده. كمان بعض الفيروسات لو أصابت فروة الرأس، زي الهيربس العصبي لو أصاب فروة الرأس. أيضا بعض الفطريات زي القراع البلدي، بعض الحالات من القراع العسلي أو البلدي، وكل حالات القراع الإنجليزي. زي ما أنت شايف عزيزي المشاهد، كل مجموعة الأمراض اللي أنا قلتها في الآخر دي مهما أدي من نوع علاج لا يمكن إن هو الشعر هيطلع، لأنه حصل نوع من التليف في فروة الرأس، وبالتالي حصل إن هذه البصيلات فقدت مقدرتها على أنها تنقسم، وبالتالي لا يمكن إلا بطريق آخر أن هي تبدأ في التكوين. طيب إيه اللي مطلوب مننا دلوقتي؟ إحنا عرفنا دلوقتي أن في أسباب كتيرة أوي لسقوط الشعر. أنا قبل ما خليك تفكر في أي تفكير بديل، عايز أديك نصايح عامة تحافظ بها على شعرك. تحافظ على شعرك عن طريق كذا حاجة. الحاجة الأولانية أن تغذية الشعرة عزيز المشاهد من الداخل. اوعى تفتكر ان شامبو او زيت او ملين او مرطب او اي دهان تتحط في فروه الشعر هيغذي الشعر، ابدا. الشعره بتاخد تغذيتها من الداخل، وبالتالي يبقى تغذيتها في غذائك، فلازم انت تحافظ على غذائك، لازم تحافظ على الخضروات اللي انت بتتناولها اللي بتحتوي على فيتامين الف المسؤول عن تكوين الشعره بالكامل. هذه الخضروات كلها مستحبه، كلما ازدادت اخضرارا او اصفرارا او احمرارا، كل هذه الخضروات كلما زادت نسبة فيتامين ألف فيها، كلما كان توصيلها إلى بصيلات الشعر أقوى، كلما كانت من بداية حياتك موجودة في غذائك، كل ما كانت معاناتك من صور الشعر أقل. الحاجة الثانية إن فيتامين جيم ده موجود في الفاكهة، والفاكهة كلها موجودة والحمد لله وكلها رخيصة، وكلما كانت طازجة كلما كان فيتامين جيم صحي، وكلما كان طريقة امتصاصه كتيرة، وكلما استفاد منه الجسم، وبالتالي الأوعية الدموية تكون قوتها اكتر وتغذيتها لبصيلات الشعر اكتر، وبالتالي تكون مشاكل سقوط الشعر ومعاناة الشعر اقل. في نصايح تانية كتير قوي بنقول لك عليها. ابعد يا سيدي عن استخدام السشوار. اذا كان لابد انك انت هتستخدم السشوار، ما تحاولش ان يكون السشوار عمودي على فروة الرأس، حاول ان يكون موازي لفروة الرأس، لان كل اللي انت بتعمله انك انت بتبعد المادة السخنة اللي هي موجودة في هذا السشوار او من عن تأثيرها بالنسبة لبصيلات الشعر، وبالتالي انت بتحافظ على هذه البصيلات. ان كل ما جات المادة السخنة على بصيلات الشعر كل ما كانت مقاومتها اقل، بدأ يحدث فيها نوع من التليف، بدأت معاناة سقوط الشعر تظهر. مش كده وبس، ابعد عزيزي المشاهد عن استخدام الصبغات. واذا كان انت لابد انك تستخدم الصبغات، فالصبغات الطبيعية احلى. الصبغات الطبيعية الجسم لا يعاني منها. الصبغات الصناعية بانواعها المختلفة، سواء كانت العضوية او سواء كانت الصناعية الغير مؤكسدة او شبه الدائمة او الدائمة، كلها انواع من الصبغات هتعرفها بعد كده معانا في برنامجنا. لكن كل ما كانت هذه الصبغات انت بعدت عنها، كل ما استفاد شعرك منك اكتر، وكل ما كانت صحية بالنسبة لك اكتر.
ابعد عن حمامات البرمننت اللي انت بتعملها وحمامات البخار، كلها بتؤدي بطريقة مباشرة على التأثير المباشر على البذور أو البصيلات اللي موجودة المسؤولة عن تكوين الشعر، وبالتالي تسرع من تكوين عملية التليف، وبالتالي تؤدي إلى تسقيط كل هذه البصيلات. عشان كده عزيزي المشاهد أنا عايز أقول لك إن المحافظة على شعرك في إيدك أنت، المحافظة على شعرك في غذائك، المحافظة على شعرك في محافظتك على لشعرك وعدم إهانتك ليه. وكل ما تحافظ عليه كل ما كان شعرك أكثر جمالا، وكل ما كانت معدلات سقوط الشعر هي المعدلات الطبيعية اللي ما بتزيدش عن 100 شعرة في اليوم، وكل ما كان انت شعرك أكثر جاذبية وأكثر شبابا. دايما اشوفك على خير في الموسوعة الجمالية.